بكم في قناتي شيوات الفاسية. اليوم غادي نحضروا صلوا بعد على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال بيته. اليوم نحضروا لا جينواز اللي غادي ندير لها الكريمه. كنحتاجوا فيها، انا وجدتهم هنا، 5 د البيضات يكونوا بحراره المطبخ، وعندي فانيا ساشي، عندي كاس ديال العنبه، سكر سنيده، عندي كاس ونص ديال الدقيق الفورس اللي غنغربلوه، وعندي نص خماره حمراء ديال يعني 4 غرام. دابا غادي ناخذ البيض. بسم الله، غادي نطلعوه بالطراب الكهربائي اللي غادي نضيف السكر، تنضرب البيض واحد شويه، واحد 3 ديال ثواني ولا 4 بوحدو، داك البيض كامل مكمول، وغادي نضربو شويه، ومن بعد عاد غادي نبدا كنزيد السكر. بحال هكذا انتما كتشوفوا صافي. دابا غادي نضيف السكر ونبدا كنخلط. بسم الله، غادي نخلطوه حتى كيولي كريمي. صافي، دابا غناخد الفانيا كيما قلتلكم ساشي، اللي ما عندوش ساشي يدير قطرات ديال السائل. غنخلط الفانيا، هادي جينواز بدون زبدة بدون زيت. صافي، دابا غنحيدو الطراب، وغادي ناخدو واحد الغربال أولا الصفاية، غنديرو أولا الكاس، كاس ونصف ديال العنبة ديال الدقيق، ضروري يتغربل. نضيفو نصف الكأس مباشرة، نضيفو الخميرة باش تاهي كتغربل. دابا غناخدو سباتول وغادي نبداو كنطلعو من الفوق لتحت حتى كتخلط لينا لا جينواز. صافي، ها هي دي جاهزه. شعلنا الفران على 175 درجه، ما تقربوهاش الا كان ديال الكهرباء، ما ديروش الطبقه التحتانيه كاع، ديروا اللي فوق منها حيت هي دغيا كطيب. صافي، ناخذ مول. انا درت هذا اللي كيتحل، درت له بابي كويسون ودرت دهنته بالزبده، غبرت عليه الدقيق. دابا غادي نهزو يدينا الفوق كما كتشوفوا، وكنخوي لا جينواز، هي كتكون خفيفه. ما ديروش على 180 درجه، و الا كان ديال الغاز ما تجهدوش النار باش ما تطلعش دغيا وتبقى لكم خضره من الوسط. صافي،
هكذا. دابا غادي ندخلوها طيب كما قلت لكم على 175 دغري ونتلاقاو فاش طيب. دابا هولالا هي بردات لنا الكيكه بعد ما خليناها. غناخد انا غير هذه العلبه الصغيره ونفرغها كامله. غادي نطلعها بالطراب الكهربائي، يعني كلشي كيعرف كيفاش كطلع. انا ما كندير حتى شي حاجه، هي واجده يعني كريمه جاهزه. غادي نطلعوها دابا حتى كطلع لنا ونطلقها. ما كنطلعوهاش حتى كتقصح. صافي هاي جاهزه دابا. غادي نبداو نزينو الكيكه اولا لا جينواز ديالنا اللي حضرنا. السيرو احنا قسمناها، السيرو اللي حضرنا غادي نسقيوها شويه بشويه حيت هي اصلا راها رطبه. صافي الجوانب حتى هما. دابا غناخدو الكريمة، غادي ندير عليها. مغنديرش الكريمة في الوسط بزاف، كتيرة هي شوية غير باش كتلتصاصق عليها طبقة أخرى. كما شفتوا ما كنكثرش الكريمه في الوسط. قليل فقط باش ما تجيش مجهده، ما كتعجبنيش تكون الكريمه كثيره. صافي دابا غادي ناخذ الفيرميسيل الشوكولا، غادي نديرو غير شويه. شويه في الوسط يعني حاجه تزيين بسيطه وما غاليش. اللي ما عندوش فيرميسيل يحك هذاك الشوكولاط ديال كالا، يحكو غير في المحكه ويديرو في الوسط. كيجي زوين هذا الشوكولاط في الوسط. انا كتشتي مكتر شويه. دابا غادي نجيبو الطبقه اللي قسمنا، غادي نهزوها غير بشويه ونحطوها على الكيكه على لا جينواز. كتجي خفيفه وهشه ما شاء الله. حاولوا نقادو لها الجناب بحال هكذا حيت ملي كتقسم. صافي غناخدو قليل من السيرو ماشي بزاف، يعني غير بحال هكا. نحاولو غير شويه. صافي غير بحال اللي كندهنوها. غادي ناخدو دابا الكريمه اللي باقا، غادي حيت هي كيما قلت لكم هولالا دغيا ماشي بحال الشونتي البودرة. صافي غادي ندير نوزع شوية هكذا. حاولوا اننا حنا كندورو حنايا كندهنو الجينواز.
ماشي ضروري تجي ليس يعني ملسه، كتجي حاجه حضرناها في البيت كتجي بنينه، يعني ماشي ضروري تجي مقاده 100%، لان حاجه ديال الدار ماشي هي ديال الباتيسري. كما كتشوفوا دابا غادي نقادو لها الجوانب، كما شتيو علبة صغيرة ديال 200 ملل كتكفي الوحدة بلا ما نشريو هذيك الكبيرة يعني ديال السترو كتبقى ضايعة. دابا غادي نديرو الجوانب، نتوما كتدهنو نتوما كدورو، اللي ما عندوش هاد الصحن الدوار ماشي مشكل، اللي دورها غير بيديه اللي هو يعني اللي توفر عليه من الافضل، كيساعد شويه. انا يلا اقتنيتو يعني يلا شريتو ما كنتش وجدتو، صافي كتستمروا هكا حتى كتغطيوها كامله، يعني حتى كتكون الكريمه فيها كامله في الجوانب بهذه الطريقة. صافي انا كملتها، الى بقى شي رطوش كنعاودوه، كما كتشوفوا يعني دهناها بسيط جدا، ماشي ضروري تجي في الباتيسري، المهم حاجه كتعرف انك صايبتيها في الدار. دابا غادي ندوزو للتزيين، انا عندي هنايا القرقاع وعندي فوتي وعندي هذا العقيق، غادي نحاول ندير واحد غادي ندير هذا على الجوانب شويه شويه كما تشوفوا، التزيين كيبقى لكم نتوما كيما بغيتو تزينوها كتزينوها. كتشوفو البلاصة اللي مفيهاش وهي كدور كنعاودو نديرو بها، ناخذو القرقاع غادي نحاول نقسموها على جوج، بحال هكذا بالتساوي، نقسمو حتى الاخرى باش كنزينو بها وصافي. هادي غادي نديروها في الوسط كما شفتوا، عندنا هنايا 6 ديال القطع كنديروهم هكذا بالتساوي، صافي. غادي ناخدو فيرميسيل ديال الشوكولا غادي نديرو، نحاولو كنميلو الصحن ديالنا بحال هكدا وكنديرو بحال هكا،
يعني التزيين بسيط جدا، ما كاينش شي حاجه يعني معقده او لا غتحضرها مازال، كتشي كل شيء جاهز. كما كنقولوا هذه لا جينواز ديال المساكن، يعني ما ماشي مكلفه حتى في القوام ديالها باش كنحضروها، يعني بسيط جدا وكطيح رخيصه في البيت، الا مشيتي تشريها كطيح لك غاليه. صافي دابا جا الدور ديال الفيتين، غادي نوزعو في هاد المناطق اللي خاوية. هو كيجي زوين يعني عوض يعني الشوكولا، هو كيجي مقرمش. كيما بغيتو كديروه بحال هكذا، صراحة لا جينواز كتجي بنينة وخفيفة، يعني بحال ريشة كتجي هشة. ممكن اللي بغا يديرها بالكاكاو بالشوكولا هي مع الكريمة بيضاء كتجي رائعة، واخا تكترو هذا ماشي مشكل، هو كيجي زوين مع الكريمة. البلايصات بيضا كلها كنغطيوها بيه، صافي كافي هذا القياس اللي درنا. او هذه هي لا جينواز اللي حضرناها اليوم مع بعض، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتزين تقولوا لي في التعليق كيفاش جاكم التزيين ديالي البسيط جدا، يعني ما فيهش شي حاجه مكلفه، اللي موجود عندكم في البيت تزينوا به. ما عندكمش ديروا غير تحكوا غير الشوكولا او تذوبوها في حمام مريم وتزوقوا بها خطوط، ونتمنى ان شاء الله تجربوا لا جينواز وتردوا عليا في كومونتير. ما تنساونيش من لايك والبارطاج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، والى وصفه اخرى بحول الله. ونتمنى ان شاء الله لا فيديو ديالي تلقاكم بخير وعلى خير والاحوال ديالكم طيبه، وكنشكر المتتبعين ديالي داخل المغرب وخارجه، وكنشكر اللي دخلوا عندي متتبعين جداد في الفيديو الاخر ديال سواء من المغرب او من مصر، يعني متتبعه جديده ماما قمر تضافت للمتتبعه ديالي رانيا المصري، هادو عندهم قنوات حتى هما، وكنشكرهم لانهم يعني تابوناو عندي ودعموني. وما ننساش حسن اوجيك وعلي فلوغ حتى هما دخلوا عندي متتبعين جداد في لا فيديو ديالي الاخر ديال الدونات، ونتمنى ان شاء الله يكثروا المتتبعين ويكثروا لي زابوني، ونتمنى حتى انا ان شاء الله نعطيكم يعني وصفات على قد الجيب كي كنقولوا، وبالصحه والراحه والى فيديو اخر بحول الله. انا قسمتها باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل انتوما، يعني ما كثرناش كيما قلت لكم الكريمه في الوسط لان درنا على الوجه. دابا غادي نذوقوها ونقول لكم كيفاش جات انتوما. بسم الله انتوما كتشوفوا، بسم الله كتجي خفيفة و إسفنجية، بسم الله، وما تشبعوش منها، وبالصحة والراحة.